لحل الانسداد السياسي. العراق بين خيارين: حل البرلمان والذهاب لانتخابات جديدة. فهل من مخرج لحل الأزمة أم باب للفوضى؟ حراك نيابي لتعديل ثغرات مدوية في قانون تجريم التطبيع، فهل خرج من النافذة ليدخل من الباب؟ حياكم الله مشاهدينا وأهلا بكم في حصادنا لهذه الليلة، حيث تتصاعد دعوات حل البرلمان في وقت تخفق فيه الكتل السياسية في فك حصار الانسداد. وعلى وقع التطورات الأخيرة يخشى من سيناريوهات قد ترافق حالة التغيير المرتقبة فيما لو تم حل البرلمان. إلى الجانب الآخر مشاهدينا، أبلغ وصف يمكن أن يوصف به قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني الذي أقره البرلمان مؤخرا بأنه قد أخرج من النافذة ليعيد إدخاله من الباب بحسب توصيف أحد السياسيين العراقيين، وكذلك الاختلافات أو المفارقات القانونية بين المادة 201 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 الذي كان يقضي بإنزال عقوبة الإعدام لكل من يروج للمبادئ الصهيونية أو يجاهر بها أو يعمل تحت مظلة مؤسساتها أو يقدم مساعدات مادية أو معنوية لها، في حين تضم القانون الجديد لمجلس النواب الكثير من الهفوات والمغالطات المفتوحة التي تحتمل التأويل في تفسير بعض الفقرات الفضفاضة، مثل فقرة لا تسري أحكام المادة 4 على الزيارات الدينية المقترنة بموافقة مسبقة من وزارة الداخلية العراقية، وهذا يعني إمكانية التوصل مع الكيان الصهيوني تحت ذريعة الزيارات الدينية، وهذا يتيح فرص أوسع للاجتهادات وتفسير تلك الزيارات بحسب الأهواء الشخصية. إذن مشاهدينا، حل البرلمان العراقي والذهاب لانتخابات جديدة تتصاعد في العراق بوصفه مخرج لحل أزمة الانسداد السياسي الذي تعانيه البلاد بعد مرور 7 شهور على إجراء الانتخابات وفشل البرلمان في تشكيل الحكومة أو انتخاب رئيس للجمهورية. المزيد من التفاصيل مع الزميلة نهى الشمري. بين خيارين أفضلهما فوضى، دعوات لحل البرلمان يؤطرها البعض بذريعة الخلاص من الانسداد السياسي بالاتجاه نحو إعادة الانتخابات، مع معرفتهم بخطورة تبعات هذه الخطوة الثقيلة على الشعب والدولة، يراها أنجح من المضي مع أعضاء الإطار الشيعي بتشكيل الحكومة المقبلة، بالوقت الذي بات مطلب حل البرلمان أمرا مطروحا داخل أروقة مجلس النواب مع استمرار الانسداد السياسي وعدم وجود حكومة إلى هذه اللحظة. ففي وقت يعيش البلد أزمات خانقة، تتشبث الأطراف السياسية بإقصاء بعضها واللجوء إلى شكل حكومة تراها هي الأمثل، تتعالى أصوات المطالبة بحل البرلمان، لكن بالمقابل مجلس القضاء الأعلى يصرح بخضوع هذا المطلب إلى آليات قانونية تستند إلى المادة 64 من الدستور، إذ أنه لا يمكن حل البرلمان إلا بطلب من رئيس الوزراء ثم موافقة الأغلبية المطلقة من النواب. وفي قبال ذلك يرى الإطار التنسيقي للقوى الشيعية صعوبة تنفيذ هذا المطلب لما له من عبء كبير تتدلى مساوئه على المواطن، إذ اتجه نحو طرح المبادرات والحلول التي تسهم بالتخلص من شبح الانسداد السياسي بدلا من الدخول إلى معترك حل البرلمان وما يتمخض عن هذا القرار من تداعيات لا تحمد عقباها. فيرى المراقبون للشأن السياسي أن الشارع العراقي لا يحتمل فشلا آخر في الانتخابات المقبلة بعدما دب اليأس في داخله،
بالتالي الحلول المطروحة تتجه نحو مفترق طرق بين إصلاح الوضع الراهن بهذه الحلول أو بقاء الانسداد السياسي. نهى الشمري، الأيام الفضائية. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، وللحديث أكثر عن تفاصيل الملف الأول من الحصاد نرحب بضيوفنا الكرام. بداية في الاستوديو سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي الدكتور رائد فهمي، أهلا بكم دكتور، وكذلك ترحب بنا بالسابق الأستاذ حسن فدعم ينضمنا بصوت والصورة من بغداد، أهلا بكم سيد حسن. والترحيب أيضا بأستاذ القانون الدستوري في جامعة ميسان الدكتور ماجد مجباس ينضمنا عبر سكايب مباشرة، أهلا بك دكتور ماجد. أبدأ معكم دكتور رائد، فعلا سيكون حل للانسداد السياسي قضية حل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة؟ أولا تحياتي لكم ولضيوفكم الكرام ولجميع مشاهدي القناة. وسهل طبعا أي انتخاب مبكر مو قرار سهل، يعني مو هين، يعني نعرف أن الظروف المحيطة، ولكن إذا الاستعصاء السياسي استمر نسمي انسداد سياسي. ومشكلة الانسداد السياسي إضافة إلى التداعياته عندما تنسد إمكانيات الحل عبر الآليات سمية الدستورية والديمقراطية. نعم. والصراع مستمر، يعني موقف الصراع، الصراع مستمر. أكو خطورة إنه الصراع يمتد إلى ساحات أخرى بالضرورة، من أنت من إطار معين ما يدي يستوعب الصراع، فقد ينسحب إلى ميادين أخرى. هاي الميادين الأخرى مو بضرورة عنفية، ها، بس ميادين أخرى. نعم. بس الكل يتحدث عن الشارع ويتحدث بغير مجالات. وهاي الميادين الأخرى يخلق حالة تولد عنف، والعنف ولا شامل، واليوم احنا بدنا نعيش مشاكل، يعني عندنا تزيد الاضطرابات بين عشائر، حتى الجانب الامني، داعش منا الى اخره، بانه اكو وضع يسمح. فلذلك قد تصل الى مرحله انه يصبح حل البرلمان الحل الدستوري اولا والاسلم من الحفاظ على السلم الاهلي، ويفتح طريق، انا اقول يفتح طريق مو يحلها، يفتح طريق لاعاده تغيير المعادله السياسيه. اذا كحزب شيوعي عراقي وبعض الاطراف المقاطعه للانتخابات يمكن تساعدون او تشجعون على قضيه اعاده انتخابات لكن بقانون جديد؟ يعني احنا نقول نعم، اذا انتخابات جديده، اذا ما تعادل ما تعالج النقاط الضعف اللي احنا سبق شخصناها. نعم. ممكن ان يعاد نفس السيناريو، يعني نفس المشهد ينعاد. نتحدث بهذه النقاط المهمه. رحب بك مره اخرى سيد حسن. ما هو موقفكم كاطار تنسيقي والقوى المشكله لاطار الشيعي من قضيه اعاده الانتخابات، حل البرلمان واعاده انتخابات جديده، تشجعون او ترغبون باعادتها؟ شكرا لكم وتحيه لضيفيكم الكريمين وللمشاهد. طبعا الحلول كثيرة اللي طرحت من الإطار والمبادرات، يمكن المبادرة التاسعة طرحت يوم أمس أو قبل يوم أمس، وما زال الإطار التنسيقي حريص على إخراج العراق من هذه الأزمة والذهاب بتشكيل حكومة تستطيع خدمة البلد وخدمة الشعب في هذا الظرف الحساس. وهناك حديث من بعض الشخصيات السياسية عن ممكن إجراء انتخابات مبكرة. حاليا هذا مو ضمن الحلول اللي يطرحها الإطار ولا يشجع عليها أيضا، وأنا شخصيا لا أعتقد أن الإطار يعني يعتقد أن إعادة الانتخابات هو أحد الحلول في ظل نفس النتائج ونفس القانون. لكن سيد حسن، أنتم بعد إعلان نتائج الانتخابات والجدل الكثير اللي صار حولها ونتائجها المثيرة للشكوك أيضا، كانت لديكم رغبات معلنة بإعادة هذه الانتخابات لأنكم طعنتم بها بأكثر من مناسبة. نعم، في المرحلة السابقة بعد إعلان النتائج كان هناك خلل كبير في نتائج الانتخابات وأدلة على تلاعب كبير. بعد مضي 7 أشهر وانتخاب رئاسة البرلمان ومصادقة المحكمة الاتحادية، أعلن الإطار في حينها
تسليما لقرار المحكمة الاتحادية واحتراما لقرار المحكمة الاتحادية، وذهب باتجاه الأساليب القانونية والدستورية داخل مجلس النواب. نعم. في تشكيل ثلث ضامن داخل مجلس النواب والآليات الدستورية والبرلمانية اللي اعتمدت في مواجهة أي تحديات ممكن أن تطيح بالعملية السياسية، لكن في ظل قانون انتخابي وفي ظل صناديق اقتراع تم التلاعب فيها في المراحل السابقة وآلية عد أصوات إلكترونية مشكك في عملها وأدائها، ما نعتقد هذه في ظل نفس الظروف راح تتغير النتائج. هذه الظروف نفسها باقية، ممكن نعم إذا تغير القانون الانتخابي، تغير قانون عدول الفرز الإلكتروني، وإذا توافقت القوى السياسية على أن الحل في إجراء انتخابات مبكرة ما راح نكون معترضين على هذا الحل. لكن في الوقت الحاضر هناك حلول أخرى يمكن الاستفادة منها، هو الحوار، وهذا ما دعينا إلى في. لكن بعد مضي 7 أو 8 أشهر حتى الآن على إجراء الانتخابات وعلى نتائجها المشكوك فيها، حتى الآن كل مبادراتكم ومبادرات القوى الأخرى لم تجدي نفعا. دعنا نطلع أيضا على الرأي الدستوري والقانوني، ومرة أخرى رحب بدكتور ماجد. أهلا بكم دكتور ماجد مرة أخرى، وأود أن تطلعنا ما مدى قانونية أو دستورية قضية حل البرلمان وإعادة انتخابات جديدة. دستورية حل البرلمان يعني شلون يتم هذا الإجراء؟ حياكم الله، هي طيبة لجنابك الكريم ولضيفيك الكريمين وأستاذ قناتكم ومشاهديكم الكرام. فقط لتصحيح التخصص الدقيق، أنا أستاذ القانون المدني المساعد في جامعة ميسان. فيما يتعلق في نعم فيما طرحت وضيفيك الكريمين، نحن نميز ما بين الطريق القانوني وما بين ما يفرضه الواقع وخاصة الواقع السياسي ما بين هلالين. الواقع القانوني رسم طريق لمسألة حل مجلس النواب، وحل مجلس النواب أيضا ورد في تقريركم شق من طريق حل مجلس النواب، ولكنه أهمل الشق الثاني. في الحقيقة بالإمكان أنه مجلس النواب يحل نفسه بنفسه حتى بدون دعوة وطلب من السلطة التنفيذية بشقيها رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية إذا كان بطلب من السلطة التنفيذية. والطريق الآخر وهو الطريق الأول، ثلث أعضاء مجلس النواب، الفقرة أولا من المادة 64 من الدستور العراقي، ثلث أعضاء مجلس النواب، ثلث أعضاء مجلس النواب يطلب حل البرلمان وبالأغلبية المطلقة من عدد أعضائه، ويصار لهذا الأمر. وبعد ذلك تعتبر الحكومة حكومة تصريف أعمال، وهي حكومة تصريف أعمال حاليا من باب أولى، ويدعو رئيس الجمهورية إلى انتخابات جديدة خلال فترة 60 يوم. هذا الطريق الدستوري للموضوع. لكن لو ذهبنا إلى الواقع، هل ما يلوح به من إمكانية حل مجلس النواب هو حقيقة أم مجرد حديث للسياسة ولا يمكن تطبيقه على أرض الواقع؟ أنا أذهب مع أنه حديث مستبعد في الحقيقة، لأنه إذا كانت الكتل السياسية التي تدعو وتطرح خيار حل مجلس النواب هي جادة بهذا القول، فبالإمكان أنه حتى بدون طلب من السلطة التنفيذية أن تذهب وتحل مجلس النواب، والأغلبية هي أغلبية مطلقة يعني معتادة وليست أغلبية موصوفة وتحتاج إلى ثلثين، يعني مجرد النص زائد واحد بالإمكان حل مجلس النواب وطلب من قبل ثلث. إذن الموضوع من الناحية القانونية موضوع يسير، لكن هل من الناحية الواقعية ممكن تطبيقه؟ أنا أستبعد ذلك، لأنه لا المفوضية المستقلة للانتخابات مستعدة لمثل هكذا أمر، ولا الكتل السياسية مستعدة أن تضحي بما حصلت عليه من مكتسبات من العملية الانتخابية الحالية بعد مخاض عسير مرت به بالتأكيد. إذن لا خيار الآن أمام الكتل السياسية بتقديري سوى أنه الذهاب بطريقة جادة إلى التوافق وإيجاد طريق لي، وهذا ما ذهبت إليه من بداية الانتخابات، وإن كنت بوجداني كمختص أذهب مع الأغلبية بشرطها وشروطها والمعارضة بشرطها وشروطها، ولكن دائما ما ذكرت وذكر غيري من المختصين أن الواقع الحالي، الواقع العراقي والواقع السياسي
يعني من الصعوبة بمكان أن يصار إلى مثل هكذا أمر. إذا لا مجال الآن أمام الكتل السياسية سوى أن هذا من الجانب السياسي، لكن الجانب القانوني دكتور رماد أكو إمكانية قانونية دستورية لحل البرلمان؟ دكتور يعني هذا من جانب سياسي، لكن من جانب قانوني والدستوري أكو مجال دستوري لحل البرلمان؟ ولا يوجد رئيس جمهورية، حتى قضية حل البرلمان هي بحاجة إلى رئيس جمهورية، حتى الآن ماكو رئيس جمهورية. سيد الفاضل، سيد الفاضل ذكرت في جنابك الكريم يوجد طريقين اثنين لحل مجلس النواب. طريق هو حل مجلس النواب يحل نفسه بنفسه بدون تدخل السلطة التنفيذية بشقيها، سواء رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء، بدعوة أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب والتصويت عليه بالأغلبية المطلقة. هذا الطريق الأول لحل مجلس النواب، والطريق الثاني هو بطلب من رئيس مجلس الوزراء وموافقة رئيس الجمهورية. إذن فيما لو استبعدنا الطريق الثاني يبقى الطريق الأول، وهو طريق مقدور عليه وهو داخل إرادة الكتل السياسية. إذن هناك إمكانية قانونية دستورية لحل المجلس. شكرا لك دكتور ماجد، أعود لك بعد قليل. دكتور رائد، الحزب الشيوعي العراقي ما تشوف أنه كان جزء من هذه الأزمة باعتباره وقوى أخرى قاطعوا هذه الانتخابات لأسباب علمتموها في وقتها، لكن في حال حل البرلمان وأعيدت انتخابات راح تشاركون بها؟ أو يعني سؤال آخر، شنو هي شروطكم حتى تشاركون بانتخابات قادمة؟ بس هاي جديدة بعد احنا جزء من الأزمة. مقاطعة الانتخابات قاطعت بهذه النتائج؟ نعم مقاطعة، احنا قاطعنا جزء، بس والناس ايضا اكو مو نتيجة موقف الحزب. كان اكو اراء من الحزب كانوا معترضين على قضية المقاطعة. احنا ثلثين حسوينا استفتاء، ثلثين طلعوا مع المقاطعة وثلث مو مع البقاء، بس الاغلبية غير محترمة. اي فقصدي يعني احنا ليش ناخذ الامور بخواتيمها، خلينا ناخذ الجذور مالتها. اكو حالة من العزوف والرفض الشعبي واسع للعمليه الانتخابيه، مو لانه ضد الانتخابات، مو ولكن لانه مخرجاتها وادائها خلق فجوه كبيره، وهذه هي المشكله البنيويه للوضع. احنا نعالج بظواهر، يعني احنا من 60-70% ما يشاركون، وهذا القاعده الاجتماعيه لكل العمليه الانتخابيه. انت تدري الان البرلمان كله يمثل 18%، كل البرلمان 18% من الناس. يعني والفاعلين 9%، يعني انت اليوم عندك 80% من الناس هم ما مساهمين في ذول، ما يمثلوا مباشرة. ها طيب، لكن لو مشاركين بالانتخابات كان الديمقراطية الأخرى المدنية ما كان أثرت بتغيير هذه النتائج؟ لا ما يشكر، لأنه هذا احنا جينا، احنا موقت عن هيك، احنا قلنا اكو جملة من الأمور تجعل انه الرأي العام الشعبي ما ينعكس بنتائجه، المال السياسي، القانون، النفوذ، كذا جمله من العوامل. نعم اللي هي هاي نفسها شروطكم حتى تشاركون بالانتخابات. تمام، هذه احنا شنو اي انتخابات قادمه هذه الشروط هي نفسها، يعني احنا هاي شروط لازم تتعاجل لاجل الراي العام الشعبي بكل التضاريسه خلينا نسميه ينعكس بالبرلمان. اليوم ماذا ينعكس؟ هاي شروط بدي اقولها هي تساعد بالعمليه. احنا ما قاطعنا الانتخابات من حيث المبدا ككل، قاطعنا هاي الانتخابات لاسباب ذكرناها. فنعم هسه الان ذكر الدكتور ماجد وهذا صحيح ذكره، يعني قضيه الحل هي قضيه سياسيه قبل كل شيء، مو قضيه قانونيه. قانونيه اكو طريق موجود يعني، ومثل ما قال حتى استاذ حسن، نعم ماكو قناعات وجوز ما لهم مصلحه، وانا ما اتفق ما لهم مصلحه، لكن هو سؤال قد تصل الامور، قد تصل الامور انه يسمح الحل هو افضل الحلول الممكنه، لانه جزء الاوضاع تدري استعصاء من يطول بثمن باثار بتداعيات على كل المستويات، فقد يصبح في لحظه معينه الكل يوصل الى قناعات، فمو لانه انا اقول على رغم عنهم هم يوصلون. هسه الان ما وصلناها، انا اعرف هسه الان ما وصلناها هذه القناعه، وياك يبحث عن هذه الحلول. فالسؤال هسه الدكتور شو يقول؟ يقول لابد من التوافق، لانه هو استبعد الحلول الاخرى، مو نعم من وجهه نظر سياسيه للمعطيات السياسيه الموجوده كان رايه انه الافضل التوافق، وهذا اجماع يمكن كل السياسيين. لا 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 هاي التوافق اللي هو الان لم يعد سياسيا يعني شعبيا هو ممكن، هذا سبب الاستعصاء السياسي. صيغه التوافق الحياه السياسيه والواقع السياسي لم يعد يسمح بها، واذا سمح بها حيصير اقحام للوضع وحيصير ادامه لعناصر الازمه.
فاليوم المطلوب لذلك مو ترى يعني عفويه تصور طارئه من طرحه موضوعات الاغلبيه، مجرد طرحها ها، بس طرحت يعني ايضا انعكاس لواقع معين. فانا اريد اقول انه اليوم البلد يحتاج الى تغيير، تمام، بدايات تغيير، ما اقول تغيير حيصير معي. واليوم القوى تجي تقول لا ما يصير تغيير، ما عندنا غير خارقه نعيد الامور كما كانت، هذا الاستعصاء. هذا الاستعصاء. طيب سيد حسن، في حال يعني أعيدت الانتخابات، برأيك شنو راح يكون حظوظكم كتيار الحكمة مثلا أو قوى الإطار الشيعي بشكل عام؟ يعني ماكو شيء محسوم في هذه النتائج، مزاجات الناس مختلفة ويعني تتغير بين فترة وأخرى، لكن تيار الحكمة يمتلك قاعدة شعبية وتنظيمات جماهيرية كبيرة، وأنتم شاهد على ذلك والمشاهدين أيضا شواهد على ذلك. عقدت كثير من التجمعات، وإدارة العملية الانتخابية كانت إدارة جيدة جدا، وتنظيمات كبيرة لدى تيار الحكمة في كل محافظات العراق، وخير دليل أنه نزل انتخابات بعد تشكيل انبثاق تيار الحكمة بثمان أشهر. في المرحلة السابقة كان عمر تيار الحكمة ثمان أشهر ودخل انتخابات وجاب 20 مقعد. التنظيم العالي والاعتماد على الوسائل الصحيحة في التنظيم أعطى نتائج جيدة إيجابية، لكن هذه الانتخابات الأخيرة أعتقد صار فيها تلاعب كبير، واستهدف تيار الحكمة بما يمتلكه من حالة من الوسطية والقدرة على استيعاب المشاكل وجزء من الحل، أن يكون هو جزء من الحل. أعتقد كان هناك استهداف واضح لتيار الحكمة، ولدينا أدلة فنية وعملية. هذا يمكن أغلب قوى الإطار الشيعي، لكن ألا توجد مخاوف لدى قوى الإطار الشيعي حالياً من أن حظوظهم قد تكون أقل في حال أعيدت الانتخابات، مقابل أن التيار الصدري يقولون نحن لها في حال إعادة الانتخابات؟ إحنا مطمئنين أن العامل الخارجي كان له دور أساسي في التلاعب بالنتائج الانتخابات، والإطار التنسيقي يمتلك جمهور كبير، وحاليا هو يمتلك أكثر من مليونين صوت على النتائج الحالية، يمتلك أكثر من مليونين صوت، وربما هناك بعض الأخطاء اللي ارتكبت في آليات الترشيح يمكن أيضا هاي معالجتها. يعني ومليونين صوت مقابل المقاعد الموجودة ماكو وجه مقارنة. نعم يستطيع إعادة هيكلة نفسه وتوزيع مقاعده وأدواره بشكل أفضل، ويستطيع أن يحقق نتائج أيضا أفضل وأكبر، لكن أنا أعتقد المشكلة مو فقط في القضية الانتخابية. يعني مشكلة الآن الانسداد الموجودة مو فقط بالقضية الانتخابية، العامل الخارجي كان أيضا إلى سبب. يعني صحيح التلاعب بالانتخابات كان سبب أساسي، لكن العامل الخارجي والإرادة الخارجية كانت حاضرة ومعرقلة لأي اتفاق سياسي داخل البلد. طيب دعنا أيضا نعود إلى الرأي القانوني. ودكتور ماجد، أهلا بك دكتور ماجد مرة أخرى. يعني جدل قانوني واعتراضات تقوم على أساس أن طرق حل البرلمان معروفة، من بينها ما ذكرت وقيام المحكمة الاتحادية أيضا بحل البرلمان كونه لا يمثل اختصاص من اختصاصها، لكن كيف تنظر لهذه الجدلية القائمة حاليا؟ عندها صلاحية حاليا المحكمة الاتحادية بقضية حل برلمان أو تقويم عمله أو غيره؟ أستاذ بشار، ولو الصوت فنيا يعني ما حبذا لو الولد فنيا يعالجوه، لأن ما واضح عندي إن شاء الله يتم معالجته. خلينا أعيد لك السؤال باختصار، المحكمة الاتحادية لها دور بقضية إعادة انتخابات أو حل البرلمان؟ تفضل. القضاء الدستوري هو ليس قضاء تلقائي الحركة، القضاء الدستوري هو قضاء مطلوب يجب أن تقدم له الدعوة من قبل ذوي الشأن. يعني القضاء الدستوري لا علاقة له الآن بحل مجلس النواب. الناس تفتكر يعني العالم والمشتغلين في التحليل السياسي وحتى في الإعلام يتصوروا بإمكانية تدخل المحكمة الاتحادية في كل حين. لا، المحكمة الاتحادية محكمة مطلوبة لا محمولة، والقضايا التي تنظرها يجب أن تحرك من ذوي شأن. مسألة الحل لا علاقة لها البتة بالمحكمة الاتحادية. حل مجلس النواب بطريقين اثنين، وهو بتصويت داخل مجلس النواب، مرة يكون بطلب من ثلث أعضائه وتصويت، ومرة يكون طلب من السلطة التنفيذية بشقيها وتصويت أيضا بالأغلبية المطلقة. المحكمة الاتحادية فيما لو اختلف المتداعين أو اختلف الخصوم على تفسير أو خصومة دستورية
أو تطبيق قانون معين أو قرار غير دستوري يذهبوا إلى المحكمة الاتحادية لاستفتاءها أو طلب دعوى وخصومة وتفصل بها المحكمة الاتحادية. شكرا لك يا دكتور ماجد مجباس القانوني أستاذ القانون المدني في جامعة ميسان، شكرا لكم دكتور. سؤال أخير لهذا الملف لكم دكتور، الأغلبية هل كانت مطروحة أيام سائرون؟ أسأل قبل أن أطفل على السؤال الأول مالتك مال المحكمة الاتحادية. احنا عندنا قدمنا شكوى ضد على رئيس مجلس النواب وعلى بصفته يعني ها لا. انه هذا التعطيل اللي يصير وانه اليوم كل المدد الدستوريه جرى تجاوزها، يعني اكو كيف توصف الحاله اليوم؟ يعني كل المدد الدستوريه والتقاقض احنا خارجه كلها تم التجاوز عليها تجاوزها. طيب احنا نقول المحكمه الاتحاديه قد احنا نحمل مجلس النواب وبيا انه هو اللي يسبب في تعطيل الامور وهاي تصير انعكاسات على الناس بها، وحتى نصل الى الحد انه النائب من يسوي قسم بالبدايه قسم انه يحترم القوانين وغيره كل هذا القسم، حتى نقول لك في التعارض عمليه التعطيل ويا القسم، بمعنى انه اليوم هذا التعطيل اللي بده يصير انعكاساته وبمخاطر تتجنب يعني مخاطر البلد يتعرضها، ولذلك نطلب من المحكمه الاتحاديه انه هي تنظر بهذا الموضوع وتتخذ قرار بوجه معينه. المحكمه الاتحاديه وافقت على النظر بالموضوع، حتنظر به يوم الاحد، حتنظر به يوم الاحد. نعم. احنا وين النقطه مالتنا؟ نقول المحكمه الاتحاديه عندما قررت قضيه الثلثين مال يعني تفسيرها، هذا القرار مالتها ادى الى احد يعني عوامل الاستعصاء الحالي، بس هي بقت اكو نعتقد اكو مساحه اخرى يمكن ان تتدخل بها المحكمه. وهي ماذا يحدث عندما يفشل البرلمان وصار كم جلسة؟ ممكن المحكمة إذن أن تسحب الشرعية من البرلمان تمهيدا لحل؟ لا لا ما قلت، بس هي حسب الدعوة التي ترفعونها. أنا أقول إنه هي إذا نظرتها إذا اعتبرت إنه هي أولا كملت يقول لك أنا ما مختصة يعني تدري تعتبر شو اعتذرت. طيب. بس إذا أما شنو القرارات محتملة؟ قد تصدر قرارا يعني تطلب من مجلس النواب تعجله في أن يحل المشكلة أن يجتمع أن يسوي جلسة. واضح هذا دكتور. خلينا وقت يعني لازم نروح الملف الآخر، لكن قضية الأغلبية كانت مطروحة أيام تحالفكم كحزب شيوعي مع سائرون مع التيار الصدري، وحاليا ترجح أن الأغلبية هي ناجعة لمعطيات البلد السياسية له بالأخير راح يروحون للتوافقية. شوف التوافقية إذا راحوا يعني بقاء الأزمة. أزمة البلد يعني. وإذا راحوا الأغلبية. الأغلبية بدايات حلحلة الأمور. بدايات. النقطة وين؟ إنه النظام التوافقية اللي هو الغطاء للمحاصصة. نعم. اليوم ثبت تاريخياً ورا 17 سنة سوق 15 سنة فإذا ما نقول 17 سنة. نعم. إنه هو مصدر لأزمات ومشاكل. نعم. وهذه ما حد يختلف عليها يعني ما حتى الطول يقدر عليها. هسه شو يقولون؟ هسه هو منو كان يطرح الأغلبية؟ مو كان السيد المالكي كان يطرحها؟ مو كان يطرحوها؟ الكثير من القوى طرحت الأغلبية. هسه قالوا إنه ظروف ما مواتية. فأنا أريد أقول إنه العودة إلى التوافقية يعني بقاء عناصر الأزمة وبالتالي قد تتفجر بشكل عام. الأغلبية هو معناته النظر إلى المشروع إنه لازم هناك مشاريع الآن. اليوم نبدي قوى سياسية عندها رؤية لتطور البلد ورؤية أخرى. لكن القوى الحالية اللي تدعو الأغلبية عندها هاي المشاريع ستكون قادرة على قيادة البلد وفق سيناريو أغلبية. مو بضرر. أنا خليني أقول واضح إنه هذه بدايات تفكيك المحاصصة. بدايات. لا. أما بس مو بضرورة حتى يعني هم بيها بعد مسير بيها مخاض هذه مخاض. بس طيب. بس إعادة الأمور على كما كانت أنا أعتقد صعبة. لكن أطراف أخرى تشوف إنه قضية الأغلبية بهذا الإطار راح تكون بها تجني على أطراف أخرى أو مكونات أخرى. يا صراحة. ما أقول لك أنا أقول بيا يشوفوها. لا. بس أنا اللي أقول من حيث المبدأ إحنا. يعني مو كل يقول ما تريد محاصصة زي شنو إذا ما تريد محاصصة يعني شنو تريد أغلبية وهي يعني المعادلة هيجي ما راح يكون إقصاء لأطراف أخرى أو مكونات أخرى الإطار الشيعي خاف من هذا الموضوع أصل الإقصاء إحنا نعتقد التمثيل إحنا ما مطلوب يعني التمثيل يتمثلون طريقة التمثيل اللي جعلتها الأغلبية السياسية شنو معناتها إقصاء هاني إذا أغلبية سياسية هاي الأغلبية السياسية حتتيح لي امكانيات شكل حكومه شكل كذا هاي هذا منطق الديمقراطي يعني شنو اقصى يعني انت من هو ما حيكون موجود بالبرلمان هو يقصى من السلطه التنفيذيه يعني طبعا شنو يعني الدنيا هذه بس هو موجود بالبرلمان واذا ويقصى من اللجان ايضا لا باللجان هذا ومن المحافظين وحتى من اي مناصب تنفيذيه هي كلمة الاقصاء غلط طيب الكلمه انه انا عندي اغلبيه هذه الأغلبية أستخدمها في تشكيل اللجان وغيرها بس مو بقرار إداري يقصيك
انت اذا ما عندك قوه ان تفرض ممثل لك نعم ما هاي الديمقراطيه يعني انا اقولها. اما الان هم بيسمون اقصاء لدي يستخدمون منطق التوافق ودي يسقطوه على الاغلبيه. طيب شكرا لك دكتور. دعونا مع سيد حسن ومشاهدينا الكرام ايضا ننتقل الى ملفنا الاخر وابرز ما فيه. حراك نيابي لتعديل ثغرات مدوية في قانون تجريم التطبيع، فهل خرج من النافذة ليدخل من الباب؟ مهما ذهبت السلطات العربية في ذلها في خنوعها، الحق الإنساني للشعب الفلسطيني في أرضه سيعود لا محالة. نحن موقفنا الفلسطيني واضح وهو الرفض المطلق لصفقة القانون، الرفض المطلق للتطبيع. لا يصل الإنسان إلى درجة أن يجعل من نفسه عبدا لعدوه. اليوم الشعب الفلسطيني يشهر غضبه في هذا اليوم الأسود الذي طبع فيه نظام البحرين ونظام الإمارات مع العدو الصهيوني. إذا مشاهدينا، يعتقد البعض أن قرار تجريم التطبيع جاء في وقت مرتبك، خصوصا مع وجود حكومة تصريف أعمال وغياب حكومة قوية قادرة على اتخاذ قرارها السيادي بعيدا عن تدخلات قوى خارجية وإقليمية تتحكم بالمشهد السياسي العراقي. ومن المؤكد أن عدم وجود إرادة سياسية موحدة وغياب الرؤية الواضحة للنظام السياسي من صنع قراره الذي تتدخل فيه إرادات ومشاريع داخلية وخارجية ربما ستحول هذا القرار إلى مجرد حبر على ورق. المزيد مع الزميل علي حبيب. يواصل قانون تجريم التطبيع وإقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني تصدره واجهة الأحداث السياسية والإعلامية حتى بعد تصويت البرلمان على كامل فقراته، إذ يتحدث نواب وخبراء في القانون عن وجود ثغرات بمسودة القانون في مادته الرابعة ثانيا، والتي تتعلق بجواز السفر إلى الأراضي المحتلة ولأغراض دينية وبصلاحية من وزير الداخلية. فهذه الثغرة الخطيرة تتعارض مع مواد دستورية وقد تواجه طعنا في المحكمة الاتحادية، فبعض المواد تتناقض مع القانون والدستور، كما أنها تتخالف مع الهدف من تشريع القانون. ففقرة استثناء الزيارات الدينية ربما تكون بابا من أبواب التطبيع مع إسرائيل لبعض الشخصيات بحجة الزيارات الدينية، فتبادل هذه المراسم قد يكون تمهيدا لشرعنة المسار الإبراهيمي. فشيطان التفاصيل تسلل إلى بنود القانون، وهذا ما يمكن أن يكون منفذا للتطبيع والتجسس. ومع أن البرلمان العراقي أخرج قانون التطبيع من النافذة ليدخل القانون من أوسع أبوابه، إلا أن هناك تحفظات لمحتوى من استثناءات تنسف اسم القانون وتثبت مضمون التطبيع. فالقانون الحالي خفف العقوبات التي نص عليها القانون القديم وفتح كثيرا من منافذ العلاقات، ولهذا تثير هذه الفقرات الكثيرة من علامات الاستفهام لما احتوت من حالة مطاطية وشمولية، والتي ستنكشف تباعا عند تطبيقه بشكل فعلي. فالقانون غفل عن نقاط مهمة ولا بد من إعادة صياغته بإيضاح التفصيلات ودقائق الأمور المتعلقة به لكي يسهل تطبيقه على أرض الواقع بدون أي اجتهادات. علي حبيب، الأيام الفضائية. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، والحديث أكثر عن تفاصيل هذا الملف نرحب مرة أخرى برئيس أو سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي الدكتور رائد فهمي. أهلا بكم مرة أخرى، وأيضا نجدد الترحيب بالنائب السابق الأستاذ حسن فدعم بالصوت والصورة من بغداد. وأبدأ معك سيد حسن، اليوم هناك حراك نيابي من أجل تعديل عدد من بنود قانون تجريم التطبيع، لكن تعتقد أن هذا القانون بصيغة الحالية قد فتح باب لقدوم وفود من الكيان الصهيوني إلى العراق وربما إقامة علاقات التطبيع معهم بشكل غير مباشر؟ لا بالعكس، أنا طبعا أبارك للشعب العراقي والشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية بشكل عام هذه الخطوة الكبيرة والجريئة اللي خطاها البرلمان العراقي. وبغض النظر عن مواد وتفاصيل المواد، اليوم من راح يقرأ المواد بالمجتمع العربي مثلا الدول العربية؟
هو اصلا اسم القانون من طلع بالاعلام تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، وهذا بحد ذاته منافعه الاعلاميه ورسائل السياسيه والاجتماعيه كانت رسائل كبيره جدا ومهمه، ولعبت دور اساسي. انا كان عندي لقاءات مع بعض اخواننا في الكويت، يعني مع اعضاء مجلس الامه الكويتي وفي البرلمان الجزائري ايضا. وكان هناك حراك حتى في بعض الدول العربيه الاخرى لتشريع قانون لتجريم التطبيع في ظل وجود دول تطبع وتعلن تطبيعها مع الكيان الصهيوني. ينبري العراق بشجاعه باعلان قانون تجريم التطبيع، وهذا بحد ذاته بغض النظر عن تفاصيل القانون ومواده اللي نشكل تحفظنا على بعض مفرداتها، لكن هو قانون مهم وصدر في وقت جيد يعني مناسب، واعتقد فيه رسائل كبيره ومهمه، وهذا ما يليق حقيقه بالعراق ومستقبل العراق. نعم لدينا ملاحظات، لكن لماذا قوى كثيره من الاطار الشيعي لديها اعتراضات على هذا القانون واشرت ثغرات خطيره في بعض الفترات؟ نعم هذا طبعا طبيعي، اي قانون يتشرع وجهات النظر مختلفه. كان يفترض، انا باعتبار عضو لجنه قانونيه في الدوره السابقه، كان يفترض ان يصاغ بطريقه اخرى. انا اعرف من كتب القانون والمواد، وانا كتبت مسوده لهذا القانون في الدوره السابقه قدمتها الى مجلس النواب، اذا يتذكر استاذ فهمي، قدمتها الى رئاسه مجلس النواب، كتبت مسوده من 14 ماده مشابهه لنفس القانون اللي صدر، وصياغه كانت تحتاج الى مراجعه اكثر. طبعا اكو طريقتين لمعالجه هذه الثغرات، ولا اعتقد ان هذه الركاكه في بعض المواد في التعبير كانت مقصوده، ما اعتقد كانت مقصوده، لكن هناك حل يعني للموضوع. الحل الاول تعديله، والحل الثاني لا، تعليمات تصدرها الامانه العامه لمجلس الوزراء لتنفيذ هذا القانون تقيد هذه المواد اللي بها بعض المنافذ، ربما موضوع الزيارات الدينية أو مواضيع أخرى في المواد الثمانية. طيب سيد حسن، لكن أنت ليش كتبت هذا المقترح قانون أو قرار، وليش تم التصويت على هذا القانون اللي كتب حاليا وتم التصويت عليه، بينما العراق لديه قانون موجود قديم ويمنع أي علاقات أو أي نية لاتصال مع الكيان الصهيوني وعقوبة الإعدام؟ لا هذا وضع مختلف، ذاك يتحدث عن، تقصد قانون 1969، قانون 111، قانون عقوبات العراقي. هذا القانون ما كان فيه حينها اكو تطبيع كما يعني موجود حاليا، اختلفت يعني هذا القانون توسع اكثر و يعني ذكر في مواده كل الفعاليات الاجتماعيه والاقتصاديه والثقافيه والعلاقات والتواصل والاتصال وتمويل المنظمات المجتمع المدني والهبات وكثير من المواد، توسع أكثر. يعني هذا القانون كان فيه إشارة إلى كل الجوانب اللي ممكن أن يتعامل فيها الكيان الصهيوني، كل منافذ التعامل اللي ممكن أن تكون بين الكيان الصهيوني والعراق أغلقت بهذا القانون ومنعتها بشكل كامل، وهو جاء مكمل. أنا أختلف مع اللي يقول يعني قانون 111 كان أكثر رصانة من هذا القانون، لا هذا القانون أكثر وسد كل الثغرات، لكن نعم هناك ملاحظات على صياغة بعض المواد يمكن تعديلها، لكن هذا القانون في توقيته كان مهم جدا. يعني نعم هذا القانون من يدري به، من قاري، من طلع للإعلام، خروج قانون تجريم التطبيع، هذه المفردة تجريم التطبيع أخذت حيز كبير في المجتمعات العربية على مستوى العالم وعلى مستوى الدول الإسلامية، وحتى الولايات المتحدة يمكن وحفزت أدانت ربما قرار البرلمان على تصويت على هذا القانون. لكن ما يعنينا موضوع هذا، احنا يعنينا مجتمعنا الإسلامي ومجتمعنا العربي. انا اعتقد حفزت الشعوب العربية وحفزت الحكومات غير العميلة للكيان الصهيوني، حفزتها ان تكون شجاعة كما كان ابناء شعبنا العراقي وبرلماننا، وان يصدروا قانون التطبيع، وايضا حتى من طبع يعيد النظر في التطبيع لوجود دولة مثل العراق. برزت هذا القانون بشجاعة، أعتقد هذا كان فيه مردود إيجابي كبير. أهلا بك دكتور رائد مرة أخرى. موقفكم كحزب شيوعي قوى ديمقراطية مدنية اتهمت من بعض الأطراف السياسية بأنها لم تكن واضحة من قضية قانون التطبيع، رغم أنكم نشرتم يمكن في طريق الشعب بعض المواقف، مواقف الحزب والقوى الديمقراطية من هذا القانون ومن قضية التطبيع مسبقا، لكن لا زالت الاتهام أنكم غير واضحين بهذا الموقف. نعم احنا موقفنا واضح قضية التطبيع. ما هو الموقف؟ ضد التطبيع كليا، عندنا مواقف واضحة يعني مبدئية، يعني مو قضية خاضعة للمناورات.
والتطبيع هي قضية سياسية بالدرجة الأولى. والقانون إذا جاء أنا أتفق ما يقول الأستاذ حسن أنه في هذه الأجواء تتولد إرادة جمعية ضد التطبيع جيد. نعم. بس هو دائما القانون هو الضمانة الرئيسية. لأن القانون هو يعبر عن إرادة سياسية. والإرادة السياسية اليوم بنشوف أنت بالعالم أكو ضغوط عديدة بتدفع باتجاه التطبيع. ومش قد ما نرصن عناصر رفض التطبيع. هذه بها شروط عديدة. فنعم إذا جاء القانون يعززه أهلا وسهلا ونحن مضي. بس أكو قضايا تفصيلية بالقانون. القضايا التفصيلية اللي هي سيصير عليها سحدي. أولا الخشية أن بعض الصياغات قد تتحمل تأويلات مختلفة. وهذا دي يقولوها. وقد يستخدم القانون مرات لأغراض ضيقة. يعني انتقائية قصدي. التعامل احنا عندنا بالعراق مشكلة التعامل الانتقائي مع القانون. فلذلك قضية الجانب القانوني وصياغاته والتعديلات لازم أيضا تقطع الطريق أمام أن يستخدم بالنتيجة كوسيلة شو اسمه كوسيلة للصراع السياسي. ثلاثة أيضا تدري احنا بلد ما شاء الله كل شيء يستورد وشركات أنواع وأشكال عندنا. ولذلك كانت بعض الصياغات أعتقد عودي جت يمكن بالصياغة الأخيرة. هسه مشكلة عندك أنت شركات أنت تتعامل مع شركات دولية وماكو شركة دولية ترى ما عندها علاقات بإسرائيل وغيرها ما حتى قصد منهم مو فأنت فإحنا قلنا يعني ليش أقول قضية سياسية؟ أنت اليوم مش قد ما ترسم وضعك السياسي. بعض الأطراف ما تعتبرها سياسية دكتور رائد، تعتبرها قضايا أيديولوجية رئيسية مو فقط سياسية، لكن يعني من ضمنها يمكن اليوم أكو اعتراض على فقرة الزيارات الدينية. من الجانب الإنساني كيهود ما يحق لهم زيارة وإقامة شعائر يهودية في العراق؟ لهذا الموضوع قد يثير حفيظة بعض الأطراف ويخلق مشكلة كبيرة. لا هو هذا مو تاخذ بالمطلق. هي هاي الزيارات مرات مدخل مثل شوف العلاقة بين الصين وأمريكا شلون بدأت بلعبة مال بينج بونج لعبة مال الطاولة. نعم. فمرات إجراءات اللي ظاهريا ما بيها شيء لكن هي وراها مخطط كامل. فستقول لي زيارات تجي دينية مو يعني يهودة يعني يهودة كل غير بلدان يعني أكو الناس مو إسرائيل مو أكو بلدان أخرى مو يجوا من جنسيات أخرى فده نحكي إحنا مع في إطار صراعنا مع إسرائيل ومع الصهيوني. فهذه طبعا تفتح الباب. المخاوف قائمة. المخاوف مو لأنه إحنا ضد يجون ولكن إنه تكون فاتحة لأجل حلحلة الأمور وزعزعة الإرادة الصلبة في الدفاع عن في عدم التمدد في قضية إسرائيل وموقف من الكاسيوني وغيره. فهذا مو مبدأ المنع اليهود من ممارسة حقوقهم لا بالعكس هذا بيه. فإذا أكل بعد السياسي هذه خطوات بيبع سياسي وإحنا نفهمه لكن إذا تفتح الأمور في هذه الأجواء بيها ليش تفتح الآن مفتحتها قبل 5 سنين غيرك أكل التوقيت. فنعم أكل صراع. فاحنا هذا احنا من حيث المبدا نؤيد كل خطوه باتجاه سد الطريق امام التطبيع. ولكن ايضا لازم نتمكن هاي الوجهه. احنا اليوم بالمجتمع العراقي انا بقول اياها اكو قوى مختلفه من مصالح مختلفه من طرقات مختلفه يجوز تضل التطبيع. انا بقول اياها هسه ايش قد عليه تعبير سياسي ايش قد عليه تعبير ما في بيها. واكو قسم وهذا الاخطر المواطن من يبدي يشعر انه هو كثير امور عادي بحياته اليوميه ما ملبات خدمية اقتصادية اجتماعية وانت تجي تقول له انا اريد احارب كذا فلسطين من اجل فلسطين فما يفتهم الربط انه بين حقوقه اليومية ذكروها اغلب المواطنين القوانين بالبرلمان مركونة بينما ذهب الى اقرأ قانون التطبيع. فإذا نحن ننظر هذا الامور من جملة ترابطاته. طيب سيد حسن شنو هي ابرز واهم النقاط اللي اكو اختلاف عليها في قانون تجريم التطبيع؟ يعني أهم يمكن زيارات الدينية من اليهود اللي يجون للعراق حتى يقيموا شعارهم وزياراتهم في العراق أو في الناصرية أو في غير أماكن. أكو قضايا أخرى مهمة يمكن إذا كان اتصال دبلوماسي أو قضية تجارة وغيرها أيهم الأخطر؟ طبعا هو موضوع الزيارات يعني أنا مو معها يعني فقرة الزيارات والسماح لأن هاي القضية راح تفتح باب يعني أنا قلت هذه صياغته كانت أنا أفهم المقصود يعني قلت الكاتب القانون أنا أعرفه فأعرف المقصود شنو كان لكن مع الأسف ما كان تعبيره وصياغته بالشكل الصحيح. اليهود طبعا اليهود إحنا ما عندنا مشكلة ويا اليهود كديانة بالعكس عراقيين عندنا يهود عراقيين هم مواطنين عراقيين أصلاء وكانوا عندنا جيران وأصدقاء وعلاقات مقصد الآن يعني الجيل الأكبر من عندنا
وتربطنا علاقات طيبة، وما زالهم عراقيين عايشين في مختلف دول العالم، في إيطاليا وفرنسا وبريطانيا وغيرها. نعم. وإلى الآن يحنون وتواصل عندهم كثير مع جيرانهم اللي كانوا جيرانهم، ويتسألون عن بيت فلان وين صار. هاي ما عندنا مشكلة ويا هذا المجتمع، المجتمع العراقي في ظروف معقدة من النظام السابق، تهجروا إلى دول مختلفة. ما لكن حسن القانون الحالي راح يسمح لأطراف يهودية أنه تأتي إلى العراق من جنسيات مختلفة، لو يسمح للجنسية الإسرائيلية أو يمنع الجنسية الإسرائيلية تحديدا من القدوم إلى العراق لأداء زيارة إذا كانت غير جنسية وديانتهم يهودية، يقدر يجي للعراق؟ القانون كان محدد في موضوع التطبيع. نعم. يعني قضية التطبيع مع الكيان الصهيوني اللي يسمي نفسه بدولة إسرائيل، هذا الموضوع محدد القانون في التطبيع، ما لها علاقة هاي جوانب أخرى. يهودي وعنده جواز سفر إيطالي أو جواز سفر إيراني أو أي جواز سفر ويجي يزور العتبات، من يمنعه؟ ما له علاقة، القانون لا يشمل هؤلاء. لا، القانون يشمل الإسرائيليين. طيب إذا عنده جنسية إسرائيلية، إجب جواز إسرائيلي وفقا للقانون، يقدر يدخل؟ لا ما يدخل، حتى بموافقة وزير الداخلية ما يدخل، لأن هذا ضمن المواد الأخرى اللي تمنع العلاقة مع الكيان الصهيوني بشكل كامل. لكن موضوع الزيارات اللي استثني فيه، اكو مسيح، اكو يهود، اكو ديانات اخرى تيجي تزور العراق، لكنهم مو مواطن، مو يدخلون بجواز سفر اسرائيلي. هذا لا. هذا محظور في الدستور ومحظور في قانون 111/1969 ومحظور في قانون التطبيع سنة 2022، هذا محظور عليه. وهذا القانون محدد بقضية التطبيع، عبارة التطبيع واردة في هذا القانون ومعرفة في هذا القانون، التطبيع مع الكيان الصهيوني اللي يسمي نفسه إسرائيل. هذا ما له علاقة بموضوع الزيارات، لكن احنا صياغة المادة كانت بها ضعف ويمكن أن تؤول بطريقة مختلفة. حذف المادة 4 استغربنا حقيقة، من حذف المادة 4 من القانون واستبدالها بعبارات أخرى مطاطة، وحذف المادة 5 أيضا وتغيير صياغتها بطريقة مختلفة، كانت عقوبة الإعدام ما مذكور في أو المؤبد، كانت عقوبة الإعدام للرئاسات الثلاثة والمناصب العليا في الدولة العراقية ما مخففة للمؤبد. ليش خففت؟ ليش حذفت هذه المادة وخففت العقوبة؟ يعني هذا حقيقة يثير تساؤلنا، ليش؟ شو السبب؟ بالعكس يشدد على الرئاسات الثلاثة والقيادات العليا في البلد، يشدد عليها العقوبة. ونعم ممكن أن تكون عقوبة الإعدام أو المؤبد، خيار الثاني المؤبد لباقي المجتمع أو الفعاليات الأخرى، لكن طيب المادة 5 كانت واردة في القانون كما وردت في القانون الإعدام، لكن المجلس النواب حذف هذه المادة وخفف العقوبة، وهذا حقيقة يثير تساؤلنا ما هي الغاية من تخفيف هذه العقوبة. وصلت الفكرة سيد حسن. دعنا نطلع مع دكتور رائد ومشاهدين الكرام على نتائج الاستبيان لتساؤل طرح برنامج الحصاد، وهل أنت مع الحراك النيابي لتعديل ما يسمى بالثغرات في قانون تجريم التطبيع؟ وكانت الإجابات 85% نعم و10% كلا و5% متحفظ. الشكر جزيل لكم سيد حسن فدعم النائب السابق، كنت معنا مباشرة بالصوت والصورة من بغداد، شكرا لكم سيد حسن. وشكر لكم سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي دكتور رائد فهمي، كنت ضيفا كريما. الشكر موصول لكم مشاهدينا، إلى هنا وصلنا وإياكم وضيفنا الأكارم إلى ختام حصادنا لهذه الليلة، وإلى اللقاء في حصادنا.